والفرح ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير، ورجعت لكم فيديو جديد بيوم جديد، وكل عام وانتم بخير. بما انه اجاني كثير تعليقات على هداك المعمول انه في كثير صبايا ما متوفره عندهم السمنه يا لا هي ولا النباتيه، فانا قررت اعمل لكم اياه اليوم بالزبده لاول مره وبالنسله بثلاث مقونات بس. يلا رح نجربه مع بعضنا ورح اعطيكم رايي ورح نشوف النتيجه كيف. تمام، هلا انا في عندي كيلو طحين متعدد الاستعمالات. تمام، اذا كانت ما عندك سمنه نكهه طيبه فيك تضيفي المحلب وفيكي لا. بصراحه انا ما رح احطه بس حبيت اورجيكم اياه، يعني انا ما حضيف محلب. يلا خلونا نبلش مع بعضنا. هلا اول شيء عندي كيلو طحين متعدد الاستعمالات، انا رح اضيف له نص كيلو، كل كيلو طحين بتضيفوا له نص كيلو زبده. تمام، هلا هي انا عندي 450 جرام رح احط فوقها 50 جرام. تمام، كل كيلو طحين رح نضيف له نص كيلو زبده ونحطه ساعتين في البراد. هذا ما رح نريحه كثير، يعني بما انه طريقته كثير بسيطه وكثير هوين. هلا رح نشوف نتيجته بالاخير عن جد، لانه كثير اجاني تعليقات من صبايا انه هن ما موجوده عندهم السمنه، انه يعني بالمنطقه اللي هن قاعدين فيها حتى بتركيا يعني في كثير مناطق انه ما موجوده. فتمام رح اجرب معكم الزبده، بصراحه انا ما مجربته قبل هالمره بس رح اعطيكم رايي فيه، يعني انه انا ما عامله بزبده بس بتذكر ماما هذيك السنه انه هي مسويه بزبده وطلع طيب. فتمام رح اجربه معكم ورح اعطيكم رايي بكل صراحه، وجبت لكم مكونات كثير بسيطه. واذا كان ما متوفر عندكم حليب النسله، تمام انا رح احط لكم بصندوق الوصف باول رابط مثبت، انا مشاركه قبل هالمره معكم عامله الحليب النسله يعني على ايدي، عن جد فيكم انه تفيد بالغرض. هلا ما هو نظامي 100%، تمام، بس اما تفيد بالغرض يعني انه كويس كمان يعني طيب. تمام يلا هلا رح نركو مع بعضنا هيك. بس تغلغل في قلبه، تمام، يعني تماسكت معنا العجينة، شايفين كيف رح يصير ملمسة. هلا الزبدة باردة، انا طالعتها من البراد، معي جمدانة تقريبا الى 10 دقايق برا البراد، وتمام بس باردة يعني شايفينها، ما هي سايحة، ولو سايحة ما بيأثر. هذا معمول الخمس دقايق بدي اسمي لكم اياه عن جد، لانه كتير بسيط وكتير هوين وطريقة هيك كتير سريعة. وقلت لكم انه انا متذكرة ماما سوت هديك السنة بزبدة وطلع طيب، بس تمام بحب جرب قبل ما قلكم يعني. هلا رح نجربه وهلا باخرة الفيديو بشوف النتيجة وبعطيكم رأيي. وهلا بعد ما اخذت معنا هالشكل، هلا فيكم اذا ما عجنت معكم هيك تضيفوا معلقتين زبده ثانيات، لانه حسب استوعاب الطحين. مثلا انا حطيت اكثر من 50 جرام، يعني عرفتوا انه صار اكثر من نص كيلو بشوي صغيره، بس حبيت مشان اقلكم يعني انه مشان انه ما تفكروا انه ليش هيك مفرفطه او شيء ما لمت معكم. تمام، انا احتاجت معلقتين زياده زبده فوق ال 50 جرام، وانتم كمان من ملمسه شفتوها كيف صارت معي. بس صارت معكم بهالشكل، تمام، معناها هيك صارت معنا نظاميه. هلا بعد ما صلى العجينة معنا تقريبا ساعة بالبراد طالعناها شايفين بهالشكل هاد. هلا رح نفرط اول شي بعدين نكتر للنسلة، وطبعا حسب استوعاب الطحين. هلا نحن عنا هاي علبة النسلة بقلبها 395 ملي، يعني تقريبا 400 ملي. تمام، فاذا الطحين شرب عنا اكثر، تمام، منضيف نص كاسة مي باردة. تمام، واذا لا ما شرب معنا كتير، تمام، انه خلص يعني على طاق علبة النسلة نظريا تبين. هلا رح نشوف. هلا مثل ما شايفين انا علبة النسلة عندي مقشورة ورقتها، تمام، فانا هلا رح احط لكم صورتها، انتم رح تشوفوا صورتها يعني انه النسله رح تشوفوا وش قد وزنها وش قد هيك، يعني رح تشوفوا الصوره. هلا هيك بعد ما عملناها بهالشكل، هلا رح افتح النسله واكتل لها. وهلا بعد ما حنضيف النسله رح نحرك هيك تحريك بشكل دائري يعني مثل ما حتشوفوا كيف، وبس يعني تمام لحتى تعجن معنا العجينه. وهلا رح احكي لكم على بديل السمنه الحيوانيه. بصراحة فيك يعني انه كتير مرات وهيك شفت على الفيسبوك انه في نقط بيقولوا انه هاي روح السمنة العربية، تمام، فانا ضليت ببالي هاي الفكرة وسألت كتير كتير عنها بسوق حلب وهيك، فتمام والله كل المحلات يقولوا لي خلصت وفي وما في وهيك،
فتمام من فترة مرت خاله جايبين من أضنا نقاط، هلأ راح أحط لكم صورتها شايفينها. هي روح السمنة العربية. تمام، أنا هدول النقاط ما شفتهم، يعني بياخدوهم من عند العطارين من عند هيك. وكمان من يومين ابن حماي، أنا حكيت لكم بالفيديو أنه ابن حماي كمان جايب منا، كمان من سوق حلب من العطارين من عنا، والكيلو تبعيته تقريبا شي 300 ليرة. تمام، هو اخذ شي ب15 ليره، كميه كتير منيحه. كمان هلا رح افرجيكم اياها، شايفين هذا الفيديو اللي هيك طلع، كمان هاي هي. بس بصراحه يعني وللامانه انه انا لقيتها عاديه، يعني بالنسبه لي انه عاديه، يمكن اذا عطيت ريحه بس، اما نكهه ما في. يعني هاي بيغشوا فيها المحلات، مثل ما بيقولوا نغش حالنا، بيغشوا فيها المحلات انه انا قلت اذا كويسه ومثلا عطيت مفعول قوي وهيك، تمام بفيدكم فيها. يعني بصراحه بعتت جبتها وانه شان اجربها انا، بس ما حطيت منها لانه انا كنت حاطه سمن حيواني وهيك، بس اما من ريحتها يعني تمام، انه فيها شويه ريحه شوي، ما انه كتير، انه بيغشوا فيها بيحطوا فيها المحلات. اذا في غير نوعيات انه اكواس ما بعرف، يعني انا ما عندي فكره. تمام، بس انه هي اللي شفتها وحبيت افيدكم فيها، اذا في صبايا بيحبوا يجربوها بتكون عند العطارين، فيها ريحه بس اما نكهه يعني ما بتعطي، بس اما فيها ريحه السمن العربيه، وهيك حبيت افيدكم بهي. اذا في كتير صبايا انه بيحبوا يجربوها، تمام بيلاقوها يعني عند العطارين، اسمها روح السمن العربية. بالنسبة لي الطحين عندي اخذته من البيم، هو طحين متعدد الاستعمالات، الطحين العادي. تمام، علبة النسلة والطحين اللي حطيته شايفين، صارت العجينة ممتازة، اللي راح نحطها بالبراد نريحة نص ساعة على بين ما نجهز العجوة معنا. تمام، يعني ما ضفت اي مي، ما ضفت اي شيء، اكيد لو ضيفة اي شيء راح اخبركم، بس ما ضفت شيء نهائيا. تمام، بس معنا بهالشكل، هلا راح نحطها بالبراد ونجهز العجوة على بعض. يلا هلا في معنا كيلو عجوة، هاي كيلو عجينة. هلا العجوة هي يعني تمر منزوع منه النوى، مشيول منه للنوى ومطحون، بيكون بهذا الشكل. تمام شايفينه، بس هاي اغمى من هديك كأنه، بس هاي كيلو، لانه كل كيلو طحين بيحتاج معنا لكيلو من العجوة. تمام، يلا هلا رح نفتحها ونحط لها المطيبات. هلا رح نحط لها معلقتين شيرة، معلقتين كبار شيرة، ما حنكتر اكتر من هيك لانه بتقسى يعني معنا بتعضن. معلقة سمنة الحلوب، سمنة حيوانية، فيكي هاي تستغني عنها يعني، وفيكي تضيفيها، فيكي تحطي معلقة زبدة، معلقة سمن نباتي عادي، يعني فيكي تستخدمي الموجود عندك. هلا بنجي للمطيبات، انا رح احط لها قرفة، زنجبيل ومحلب. تمام، هي اول مره بضيف شيء لمحلب. قلتوا لي ليش ما استخدمت محلب بالكعك وبهيك، بصراحه نكهه المحلب قويه كتير، وانا عم بحط سمن حيواني وهيك ما حب تضيع الطعمه يعني. هلا هيك هدول منكهات كتير بيلبقوا مع العجوه، فتمام طيبين معه الكعك، بيلبق له هيك السمنه الحيوانيه، تفيح ريحته انه هيك، عرفتوا؟ مشان هيك انا ما ضفت منكهات لا مع الكعك ولا مع شيء. هلا هون ما حطيت ما زهر، انا ما زهر مع الفستق، بحسه بيلبق مع الفستق، مع الجوز، انه مع معمول الفستق اللي بجوز، تمام بيلبق، مشان هيك ما ضفت هون، مشان ما يصيروا كلهم نفس الطعمات. هلا اذا حطيت هون ما زهر وحطيت بالفستق وحطيت بالجوز وحطينا مثلا محلب وبالكعك، صاروا كلهم نفس الطعمه، بس اما هيك كل واحد صار طعمه شكل. هلا مثل هذا فيه نكهات متعدده، الفستق رح يكون بما زهر هو والجوز، الكعك هيك عطى نكهه السمنه الحيوانيه، يعني كل واحد صار مختلف عن الثاني. ما بعرف هذا رايي طبعا، كل واحد بيرجع ذوق شخصي له، اللي بحب هو بحب يضيفه. هلا انت هون فيك تضيفي اللي نكهه اللي بدك اياها انت. هلا رح نعجن كويس كتير مشان كلها يعني تتشرب النكهه، مشان كلها تاخذ النكهه، وبعدين رح نعمل كرات صغيره ونعيفها 5 دقائق بالبراد. اذا كانت معنا مي يعني هيك، اذا ساحت معنا نعيفها 5 دقائق، لا تمام كويسه جمدانه نشتغل فيها مباشر، لانه عجينتنا هلا ربع ساعه بالبراد، نص ساعه تمام حتصير كويسه، يعني ما بتحتاج اكثر من هيك. كرات حسب القالب اللي عندك هيك، ورح نحطها على جنب. لانه اذا كانت العجوة كبيرة كتير فبتطلع من القرص، تمام لازم تكون العجوة قد حبة العجين، يعني نفس القياس التنتين، مشان يصيروا هيك متوازيات لبعضهم. يلا رح اكورها وارجع لكم. شايفين هلا بعد ما خلصنا العجوة بهالشكل،
يلا هلا رح نطالع العجينة من البراد ونبلش نحشيها. هاي العجينة غبت السواعد اللي عنا، شايفين كيف صار شكلها؟ عجينة نظامية ما بتحتاج لا مي ولا شيء وطرية، شايفين كتير كويسة. يلا هلا رح نقول بسم الله ورح نجيب الآلة. هلا أنا رح استخدم هذا القالب، كتير حبيته وكتير الشغل فيه هوين. يلا هلا هلا حطينا صينية، والفستق اختياري، فيك تستخدمي رح نحطهم بالصينية وبعدها رح نكبسهم. عن جد ما شاء الله العجينة بتجنن بتجنن، يعني كتير هيك طرية والشغل فيها كتير مريح كتير كتير. طبعا قلت لك هذا الفستق اختياري، فيكي تحطيه وفيكي لا. وهلا العجينة اذا كان انت عندك شوب وحسيتيها رح تسيخ معك، تمام فيكي انه تحطيها بالبراد وتشيلي كل شوي بشوي تشتغلي فيها. على فكرة الشغل فيها اهون كتير من العجينة هذيك، يعني انه هيك طرية اكتر، يا من الزبدة يا من حليب النسلة، بس 90% من الزبدة، يعني الزبدة هي بتبقى طرية. فعن جد كتير الشغل فيها ممتاز ممتاز، شايفين يعني مقادير روعة. وهلأ رح اخبركم على الطعمة باخرة الفيديو. بصراحة انا مثلكم تحمست انه نشوف طعمتها كيف، لانه الزبدة متوفرة بكل محلات، يعني فينا نجيب كيلو طحين وعلبة زبدة وحليب نسلة، تمام منجيب زرف نيدو وبنعمل نحن حليب نسلة وبنستخدمه، يعني بنص ساعة فينا نعمل هذا المعمول، مع انه حظر بس صوت السيارات بتعدي بالليل. انا فاتحة لانه باب البلكون لانه كتير شوب بصراحة. يعني يلا هلا رح افرجيكم كيف رح نكبسهم ورح اكملهم كلهم وارجع لكم. وهلا بس جهزناهم، رح نحطهم بالفرن على اعلى حرارة عندك، ورح نحطهم قريب كتير من فوق، يعني من فوق قريب كتير لفوق، وتمام رح نشغل من فوق ومن تحت، وبس تقريبا 3 دقايق للاربع دقايق تمام بيكون استوى 5 اكتر الشي. فيكي تطالعيهم يعني حسب حماوة فرنك. وان شاء الله الف صحة ونا، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي، واستنوا رأيي باخرة الفيديو رح اخبركم اذا عجبوني او لا. شايفين ما شاء الله عن جد طلع شكلهم بيشهي، رح الحق ادق لكم اياهم قبل ما يقدن الصبح. كتير سخنات لانه بس رح نستنى شوي، ورح ادق لكم اياهم قبل ما يقدن الصبح. طبعا فيكم انتو اكتر من هيك تامرون، انا هيك كويس كتير. هلا هاي معمولاتنا صاروا جاهزين. هلا هدول كيلو طحين طلع معنا هالكميه، شايفين الرسمه قديش حلوه. طبعا القالب مثل ما قلت لكم بيلعب دور كبير بيلعب القالب، يعني ما دخل خميره وما خميره، هلا الخميره بتنفش تمام، بس يعني انه ما لا لا القالب كتير بيلعب دور، شايفين يعني الاساس القالب. حبيت اعمله الرسمتين وهي هيك الكيلو، وعن جد طلعوا غرام كتير كتير طيبين، يعني للصبايا اللي ما متوفر عندهم سمنة تمام فيهم يسوون وبكل سهولة. ويلا بستناكم تجربون وتعطوني رأيكم، تكتبولي بالتعليقات مين اللي جربتون، لأنه عن جد وصفة كتير 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 طيبة فوق ما تتصوروا، ومقاديرها كتير بسيطة. عن جد يعني بنصحكم انه تجربون، وكتبولي بالتعليقات مين رح تجربون، كتبولي بالتعليقات بس جربتون.